المبالغ الضخمة. واحد مرسل ايميل طبعا الايميلات كثيرة، بس واحد حاطط يقول يعاقبونهم بانهم يحضرون مباراة المنتخب. خلينا نقرا، بما انه فتح موضوع المنتخب، خليني بس اقرا اول ايميل جانا من حمد الشاهد من بريطانيا عن المنتخب. يقول: تحية لك ولضيوفك. اللي أبغى أقوله ببساطة أن الكرة السعودية تمر بأسوأ مراحلها على صعيد العناصر. لابد أن نكون واقعيين ونعترف بأن فريق يلعب مباراة كاملة أمام فريق عادي وناقص ولم يكن مدافع كما قال ريكارد، ولا يستطيع فريقنا رسم هجمة واحدة منسقة. لم يكن هناك فرص فعلية، مجرد لمحات فردية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولعب على أخطاء أغلب غلبة الفردية الغير مثمرة على كرة القدم الجماعية المطلوبة للتفوق. الدليل أن أزمة الكرة السعودية عناصرية، أن أظهرة المنتخب لا يستطيعون عمل أوفر واحد صحيح، ومو بس مباراة اليوم، معظم المباريات وهذا واقعهم وإمكانياتهم. مهاجمين المنتخب ضعيفين ولا يشكلون خطورة إلا بالرأس، إمكانياتهم المهارية والتهديفية متواضعة. كيف يبني مدرب تكتيكه على لاعبين فرديين يجيدون اللعب الجماعي؟ هذا من حمد الشاهد من بريطانيا، وراح نستمر في قراءة عدد من الإيميلات. اليوم برنامج كورة تواجد في استاد الملك فهد الدولي من وقت مبكر قبل المباراة، وكان في تنسيق بيننا وبين الأخوان في استاد الملك فهد، مهندس سلمان نمشان والأستاذ علي الغامدي والأستاذ سعود بالنهار، أنه نعرض على ساعة الملعب مجموعة من الكليبات اللي احنا نشتغلها في البرنامج عندنا اللي عن المنتخب والوطنية، وكنا بصراحة مستعدين أنه نبغى نفرح وما نعود لدوامة الخسائر ولا دوامة عدم الفرح. ما نبغى نقول أكثر من عدم الفرح. الواحد يحاول في حلقة مثل حلقة اليوم لما يكون المنتخب السعودي مو في أحسن حالاته، لها الفترة مو في أحسن حالاته، أنه ما يكون منفعل وتكون ردة فعل قاسية، بس يحاول بقدر المستطاع أنه يعبر بدون ما يكون في ردة فعل قاسية. تواجدنا اليوم في الملعب ووضعنا بعض الأشياء اللي كانت قبل المباراة اللي نحاول نخفف على الجمهور المتواجد منذ وقت مبكر، للأسف أنه كان متواجد منذ وقت مبكر، نخفف عليهم وطأة الانتظار. بس راح نعرض جزء من هذه الصور والتجهيزات اللي كان في ساعة الملعب من خلال برنامج كورة، إذا كانت موجودة شباب، بس نبغى نطلعها صوت وصورة وبعدين نعلق عليها مع الضيوف.
ذكرت محاولة فقط من برنامج كورة انه نخفف شوي على الجمهور وطأة الانتظار قبل المباراة، وعرض مادة مصورة واعتقد انه الزملاء اشتغلوا عليها بشكل جيد عشان نخفف على الجمهور مدة الانتظار. تعرف الشباب مساكين المباراة بكم ساعة يحضرون. هو ما في شك ان جهد يعني يستحق الشكر من الزملاء في القناة، لكن ايضا الجمهور اي يستحق الشكر على حضوره الكثيف والفعال في مباراه اليوم. كان حضور الحقيقه مشرف وقام بدوره على اكمل وجه، ولكن لم يوفق المنتخب. على اي حال في بعض الاحيان يعني مثل هذه الامور اللي تحدث قبل وقت طويل من المباراه تستنزف الجمهور الى حد كبير، بمعنى انه يعني الجمهور اللي جاي متحمس وكذا، فمع الاغاني ومع هذه تستنزف كل طاقه الجمهور، حتى لما تبدا المباراه يتحول الملعب الى صمت رهيب. لكن في مباراه اليوم يعني الحمد لله كان في مسانده جيده وتشجيع، لكن للاسف النتيجه لم تكن كما نتمنى. ابو فارس. الله، انا ودي اسال يعني بالنسبه للاخوان، يعني كان استعدادهم للفوز اكثر ولا كان للتعادل؟ انا اعتقد يمكن النسبة الأكبر كانت للفوز، ولكن برضو أخذوا احتياطهم أنه يمكن يكون في تعادل والفرحة حتكون أقل وإن لم تكن متلاشية يعني تماما. فأنا أستعجب بالنسبة، يعني أنا أحمل المسؤولية اليوم التعادل اللي هي بمثابة خسارة للريكورد، وأنا أحمله أكبر مسؤولية، لأنه يعني أنا أعرف أنه المدرب العماني جاي لهدف معين، ولا بد اني انا اعرف ايش هو هذا الهدف. لا يعني انه يعني استمر في عنادي واستمر في نفس الطريقه اللي العب بها، اولا اللي هم عمال يقولوا الطريقه البرشلونيه او هذا، انت بتتكلم فرق بين انه هو يطبقها على لاعبين لهم امكانيات وكفاءات مختلفه، ثاني حاجه فرق انك انت في دوري مستمر فتره طويله حتى يستطيع اللعيبة أنهم هم يهضموا هذه الطريقة. أنت جاي في منتخب جديد، حاولت مباراة بين جماهيرك وعلى أرضك، وجاي لنفس الطريقة اللي هم عمل يقول لك 4-5-1 4-3-3 4-2-3-1. أنا ماني عارف أنه يعني مباراة كانت لو بدأ بيها بنفس الشوط الثاني، نعم، اللي لعب قدام تايلاند، انا اعتقد انه كان في فرق كبير، اولا بالنسبه لحماس اللعيبه للروح القتاليه، ايضا لتفاعل الجماهير. قتلنا ريكارد بامانه يعني، ولا يعني انا ما ابغى اللاعبين ما يتحملوا اي شيء. يا ابو فارس، يعني انا اقول لك حاجه واحده، انت الحين الفتره كل مره بنقول اللعيبه، طيب انا الفتره دي كلها اللي جلسها ريكارد ايش بيسوي؟ لا ابو فارس، ما حد قال اللعيبه طول ابدا. ابو فارس معليش اسمح لي، بس في البرنامج عندنا ما حد في يوم من الايام قال لعيبه. كانوا يتكلمون اتحاد القدم، كانوا يتكلمون الاعلام، كانوا يقولون اداريين المنتخب، وكانوا يقولون بعض اللاعبين ما انضموا. ما حد حمل اللعيبه في اي يوم من الايام اي ضغط، ولا حد، ولا في يوم من الايام احد قال ان اللعيبه هم سبب التقصير. كان دائما يلقى باللائم على بيسيرو، على المدربين، على المسؤولين، حتى على الاعلام. ما في احد في يوم من الايام قال اللاعبين. لا، انا اقول لك يمكن اليوم في انفراديه كانت بالذات من احمد الفريدي، ما كان في مستوى المفروض انه المدرب. طيب انا جالس ايش اتفرج هناك، قاعد في اتفرج على اللعيبه، ماني شايف انه في كمان مو قادرين كرات عرضيه انهم هم يرفعوها، ما هم عارفين حتى كورنر. طيب. إذا أنا لابد كلية حلول تانية. طيب. أنا شايف إنه يعني أنا أقول لك نقول على اللعيبة، ما دام أنا سمعت من هو أحمد الفريدي في أحد القنوات سأله قال له هل طبقتوا تعليمات المدرب؟ قال له بحذافيرة، قال له نعم طبقناها. إذا كان هذا يعني أنا بقول لك يتحملها بنسبة 90% المدرب و10% اللعيبة. طيب، فينا ايميل يقول اتمنى الاعتماد على لاعبين المنتخب الاولمبي والشباب وتصعيدهم للمنتخب الاول من لانهم بدل من اللاعبين الموجودين، لانهم هم من يستحقون اللعب في المنتخب الاول. عدد من الايميلات راح نستمر في قراءتها في البرنامج. فاصل قصير، بعده نعود لمواصله الحديث في البرنامج.